بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نتحدث عن الأغذية الطازجة من خضر وأعشاب وفاكهة يابسة وليست طازجة. اليوم سنتحدث عن علاقة الأغذية والأمراض الحساسية. أمراض الحساسية أنواع. يتحسس الجسم البشري من أنواع الأرجينات لزالرجين كحساسية الرطوبة أو البحر أو التدخين للضبع وحساسية دخان المعامل والسيارات وبعض المواد الكيماوية كأدوات البنسلين أو بعض الأدوية أيضا مثل البنسلين هو نفسه وبعض الأنواع الأخرى والغبار. وهناك حساسية شعر القطط لزكريا وأنواع الزغب وكل أنواع زغب الحيوانات والطيور. وهناك حساسية اللباس وأنواع العطور والصابون. وهناك حساسية الأغذية كالموز والتوت والفريز وغيرها، هذا بالإضافة إلى حساسية الربيع أي بولين إليبخيديال. وهناك حساسية أخرى جديدة ظهرت بظهور الأدوات والتقنيات الحديثة، حساسية الإلكترومغنيتيك الذي يحدث ضعفا في الفيتامين د ويحصل خلل في الجسم وفي العظام. والحساسية الغذائية هي الأكثر انتشارا كحساسية السمك، خاصة إذا كان غير طري كحساسية الجلد وكثرة الحك والهرش. وهذا نوع من تسمم الكبد الذي ينتج عنه بعض الفضلات التي تخرج في الجلد مثل داء الصدفية والبرص وغيره كثير. وهذا ينتج عن علاقة الغذاء بالجسم. وهناك حساسية الجلوتين أي القمح وحساسية الموز واللوز والفستق والجوز. وفي بعض الحلويات نجد الأطفال يصابون بحساسية دون الشعور بماذا، وأثرها يصيب الجسم بالتوتر والقلق وصعوبة التنفس. ثم حساسية البيض والحليب البقري أي اللاكتوز والكرافس والطماطم والقزبرة والتوت وكل أنواع المنتوجات الغذائية المغيرة وراثيا أو المعقمة أو المعالجة كيماويا، مما يصيب الجسم بالارتباك ويجعل حرارته ترتفع نسبيا ويصاب التسمم أو الدم بالتسمم. وتصبح الأرجينات يعني هذه الأرجينات فيها خلل، ويجب اجتناب الزيوت المهدرجة والمغيرة وراثيا كزيت الصوجة والكلزة والذرة والزبدة النباتية والمعلبات والمخللات الصناعية والبيض الرومي واللحوم المصنعة. والاستحمام أيضا بماء الكلور كماء الصنبور يصيب البعض بالتحسس والحكة الجلدية ويعتقد الأشخاص أنهم مرضى، بينما عليهم اجتناب فقط الماء المعالج والاستحمام بالماء الطبيعي كماء الآبار والعيون. على الإنسان التغذية الجيدة الطبيعية للرفع من جهازه المناعي، خاصة في فصل الشتاء حيث تنتفخ أطراف الأصابع والوجنتين والأنف. وعموما المناعة هي خلل في الميزان للبشر. لاجتناب هذا المرض يجب على السكان اجتناب كل ما هو معدل وراثيا، وأيضا اختيار الأواني التي يطبخ فيها الطعام وطرق الطهي أيضا والتوابل وغيرها. وعلاج هذه الأمراض يكون باجتناب ما يؤدي لرفع المناعة والوصول إلى نقطة الشفاء، لأن الأدوية هي فقط تهدئ ولا تشفي، هي فقط تمنع ذلك الخلل نسبيا ثم يعود إلى الجهاز المناعي، وإنما الرفع من جهاز المناعي والعلاج نهائيا هو باختيار الغذاء. أحيانا السمن البلدي يتوفر على بعض عوامل الشفاء، لكنه يجب أن لا يكون مغشوشا، فيه الأحماض الدهنية الحرة
التي تفتح المسالك التنفسية العليا، واجتناب الملونات والملح الصيني والمشروبات الغازية والسكر الأبيض، وكل هذا يسبب داء الحساسية. وأهم ما في الكلام هو أكل الخضر الطازجة للاستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة بها. ومن أبرز فوائد هذه المواد الغير المطهية هو حمض البويك لبويك، إن تأثير حمض ألفا الدهني الشامل المتنوع جدا هو مضاد للأكسدة، يؤدي دورا هاما كعامل مشارك في الاستقلاب، يقوم بالالتصاق بالكميات الزائدة من الحديد والنحاس في الجسم ولإخراجها من الجسم بكل سهولة، يساعد الجسم على مكافحة ما ينتج عن الاستقلاب المؤذي للجسم عبر إزالة المعادن السامة مثل الكادميوم والرصاص والزئبق. وغالبا ما يوجد أو ما توجد هذه المعادن الضارة في المياه وفي بعض الخضر التي تسقى بالواد الحار. كما أن لدينا بعض الفوائد من ضمنها تنظيم السكر في الدم خاصة لدى المصابين بداء السكر، وحيث أنه يثير عملية استخدام الجليكوز وينبه الأنسولين. وفي الواقع يبدو أن حمض البويك المضاد للأكسدة يفيد هذه الحالات ويمنح حماية عامة من الأضرار ضد الأكسدة. وفي حالة النقص يجب الحصول عليها من الغذاء، على هذه المادة من الغذاء بما في ذلك الخضر والفاكهة وبعض الأنزيمات وبعض المواد الأخرى في إنتاج الطاقة، أو بعض المكملات الغذائية مثلا كيوتن أي فيتامين K10، وكذلك اللوز والموز والجوز والبقدنوس وبعض المواد الكيماوية الموجودة في النباتات بصورة طبيعية. واليوم سوف نتناول فقط بعض الأغذية الغير المطهية والطازجة لكي نعطي مثالا على شفاء الجسم أحيانا من بعض الأمراض، خاصة منها أمراض الحساسية والحصول على بعض الفيتامينات والمعادن، وكذلك مد الجسم ببعض الأملاح المعدنية. ومن بين هذه الخضر نجد الجزر، سنأخذ فقط شراب الجزر. وشراب الجزر سهل جدا، سوف نقوم بطحن الجزر. ونضيف إلى الجزر بعض الأعشاب الخضراء المقاومة للأكسدة والمدرة للبول والمنظفة للجلد وللباطن، المعدنوس وهو أساس غني بالحديد وبكل المعادن. إذن سنضيف قليلا للجزر على هذا الشكل. وهناك من يأخذه بأليافه ويطحنه في الطحانة، وهناك من يأخذ فقط عصيره حسب كل واحد. إذن
كل واحد كيفاش يعمل ونحصل على شراب الجزر الغني بالفيتامينات وكذلك المجهز بالمعدنوس المدير للبول والغني بالحديد، ونتناوله مع بعض الفواكه الجافة، ثم نقوم بتحضير شراب نقوم بتحضير شراب الخيار بالنعناع. إذن شراب الخيار بقشوره، وننكه بالنعناع الغني أيضا بالحديد وبالمعادن. وشراب الخيار غني ومبرد، ويصلح في هذه الفترة التي تبدأ فيها الحرارة في الارتفاع، وينظف الأمعاء، وبه عدة معادن كالحديد بالأساس. إذن وشراب النعناع هذا من أفضل الأشربة التي يعرفها الشعب المغربي في هذا الفصل. فنقدم هذا مع مجموعة من الفاكهة مثل التمر، إذن مثل التمر والتين اليابس، هذا نوع من الحلى، أو نقدمه مع ملعقة من العسل الحر، وكذلك قليل من الأوميغا 3 أي الجوز واللوز، والفاكهة الجافة الشبيهة بالنبق. إذن ونحتفظ دائما بالتفل، ونحتفظ بالتفل هذا الشكل، ونضع هذا التفل في الحلويات، وأحيانا نضعه في السلطة وحسب الحاجة. وإذا لم تكن لدينا حاجة إليه فإنه يشكل غبارا جيدا للحديقة. وعصيرنا هذا الغني بالخضر والفواكه، وأحيانا قد نقوم بتحضير الفاكهة، وإنما الفاكهة غنية بالجليكوز، ورغم وجود الجليكوز في بعض الخضر فإن الخيار قليل تقل فيه هذه المادة الحلوة. وإذا أردنا أن نضيف ملعقة عسل حر فبإمكاننا أن نضيف هذه الملعقة من العسل الحر. وطبعا هذا رأيي ولكم رأيكم، وأتمنى لكم صحة وعافية وروحا مرحة وأطيب الأوقات، والسلام عليكم.